everybody. مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جديد ودرس حقيقة رائع جدا. الكثير يطلب مني أن أدله على الطريقة أو الحيلة أو السر الذي يستطيع من خلاله أن يختصر دراسة اللغة الإنجليزية الطويلة. لا يريد أن يدرس القواعد، لا يريد أن يدرس في معاهد، عنده ظروفه التي تحكمه أو تتحكم فيه. فهل هناك يا أستاذ من خلال خبرتك الطويلة يعني أي طريقة أو أسلوب أو سر أو حيلة أستطيع أن أختصر مدة الدراسة الطويلة، سنة سنتين إلى مدة طويلة، شهر شهرين، يا سيدي 3 أشهر، بس أوصل إلى نتيجة أني أتحدث الإنجليزية ويعني يفهمني الجميع؟ الحقيقة الإجابة نعم، توجد طريقة، لكن هذا الموضوع يعتمد بشكل أساسي عليك. كيف ذلك؟ الموضوع يحتاج منك تصميم وعزيمة وتكثيف في الوقت. المسألة مش صعبة، ولكن العملية عملية كثافة معلومات لا تستطيع أن تفهمها في وقت قصير إلا عن طريق جدول معين يتم تقسيمه، اليوم الفلاني، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وتتدرب حتى تتقن هذه العملية. يعني البعض لا يجد لديه مقدرة أن يحفظ مثلا 20 أو 30 سؤال مع إجابتهم في يوم واحد، والبعض قد يستطيع، وأعتبر الذي يستطيع من النوادر أو من الناس الاستثنائيين الذي لديهم قدرة قوية في يعني الحفظ. لكن يركز معي، يعني أريدك أن يعني أوضح لك السر أو الحيلة التي من خلالها تستطيع أن تختصر يعني اللغة الإنجليزية من فترة طويلة لفترة قصيرة. هات ورقة وقلم وقم بتسجيل النقاط التالية. أولا، توجد في قناتي عدة فيديوهات قمت أنا بإنزالها، اسمها السر الذي سيجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية في 10 أيام. في كل فيديو تقريبا هناك مجموعة من الأسئلة والإجابات، قم بكتابتها. أنت خذ ورقة وقلم، وأنا مش أخبرتك أن تحتاج نفس الذي يبدأ يقول أوهو أنا لسه هكتب، أنا ما عنديش نفس أكتب. يا سيدي اسمعني، أنت بهذه الطريقة لن تتعلم. لابد أنك أنت تأخذ ورقة وقلم، وأنا تجد كلام مكتوب على السبورة، خذ اكتب هذا الكلام، وحاول أنك أنت تجمع الأسئلة التي كتبتها مع إجاباتها. يعني اكتب السؤال مثلا، أنا ستجد مثلا سؤال What's your name؟ والإجابة My name is Murad. Where are you from؟ I am from مثلا موراكو أو يمن أو سعودي عرب. How old are you؟ I am 25 أو 35 years old. Do you like sport؟ Yes I do. Are you married؟ Yes I am. What's your mobile number؟ My mobile number is 7732 أو 05. انت عندما تشاهد مثل هذه الأسئلة مع إجاباتها، قم بسردها، وضعها في ورقة كاملة. أنت الآن ركز معي، تريد أن تعرف السر الذي سيجعلك تتحدث الإنجليزية في وقت قصير، يعني حتى نفترض مثلا شهر أو شهرين. يا سيدي هل أنت مقتنع معي أنه إذا أردت تتعلم المحادثة فأنت تريد أن تتعلم مجموعة من الأسئلة مع إجاباتها، لأن المحادثة باللغة الإنجليزية هي سؤال وجواب. تخيل أنك تتحدث مع شخص أمريكي أمامك، فسيقوم بسؤالك نفس الأسئلة What's your name؟ فتجيبه أنت My name is وائل. Where are you from؟ تقول I am from، وتذكر دولتك. How old are you؟ Do you like؟ وعلى هذا الحال أنت يعني تسأل أو أنت تسأله وهو يجيب. أنت اقتنعت معي الآن أن المحادثة أسئلة وإجابات؟ جميل، إذا اقتنعت معي إذا أنت محتاج أن تحفظ أكبر قدر ممكن من الأسئلة. طيب البعض يقول كم سؤال أحفظ؟ ركز معي، إن حفظت 30-40 سؤال فهذا سيجعلك في المرحلة المبتدئة. كيف مرحلة مبتدئة؟ يعني عندك 30-40 سؤال مع إجاباتهم، فإن سألك أحد تستطيع أن تجيبه، إن أردت أن تسأل السؤال عندك جاهز. جميل؟ جميل. يعني أنت تخيل أنك أمامك شخص تقوله ما هو اسمك، من أين أنت، كم هو عمرك، هل أنت متزوج، هل عندك أطفال،
كم عندك أطفال؟ حفظ 30-40 سؤال. وخذ بالك أنه أيضا هناك فيديوهات أنزلتها أنه تستطيع أن تحول هذا السؤال إلى أكثر من سؤال عن طريق تغيير كلمة واحدة. يعني What is your name؟ تستطيع يعني هذا السؤال What is your name؟ هذا سر آخر. ما هو اسمك؟ تستطيع أن تغير النيم إلى What is your address؟ ما هو عنوانك؟ What is your address؟ يعني ما هو عنوانك؟ What is your mobile number؟ ما هو رقم جوالك؟ وأنزلت فيديوهات على هذا الموضوع. What is your first name؟ اسمك الأول. Last name؟ اسمك الأخير. What is your hobby؟ ما هي هوايتك؟ What is your email؟ ما هو إيميلك؟ يعني أنت حفظت السؤال ثم قمت بتغيير أكثر من كلمة فأصبح معك 10 أو 20 سؤال من الأسئلة من السؤال الواحد. طيب واحد يقول أنت قلت 30-40 سؤال، أنا في المرحلة مبتدئة يعني أتحدث مع الناس. نعم، ها 30-40 سؤال باللغة الإنجليزية، تخيل أنك حفظت What is your name وتحدثت مع الناس، لكنك ستجد نفسك أن هناك أسئلة كثيرة لسانك سواء إن سألوك لن تفهمها ولن تعرف أن تجيب عليها، وأنت إذا أردت أن تسألها لن تستطيع لأنك لا تعرف كيف تسألها. وهذا ما يجعلنا يعني أو يجعلني أقول لك إذا حفظت 70-80 سؤال غير 30-40 الأولى، يعني معك 70-80 سؤال أخرى غيرها جديدة، فيصبح مستواك في التحدث بما يعادل مرحلة متوسطة. يعني أنت واصل لمرحلة متوسطة لأنك أصبح عدد الأسئلة التي عندك، طب أنا من أين أخرجها؟ أخبرتك موجودة في فيديوهاتي، أنا حاولت أجمع أكبر قدر ممكن ونوعت في الأسئلة قدر الإمكان. ستجد 4 أو 5 أو 6 فيديوهات وأنا أضع أسئلة وهي أكثر الأسئلة شيوعا في الحياة. طيب بعد ما تعرف أنت السؤال مع الإجابة، لأنه أخبرتك قد تكون السائل وقد تكون الشخص الذي يجيب، فعليك أن تحفظ السؤال مع إجابته مع تغيير الكلمة، لأنه ممكن هو الذي يسألك الأمريكي أو الأجنبي ممكن يغير، بس أنت تكون عارف What is your name address، غير إذا غير تكون أنت مدرك. طيب أنا أريد أن أصبح سوبر، يعني لغتي الإنجليزية كما يقولون Good conversationalist. Good conversationalist يعني متحدث جيد، أريد أن أكون متحدث جيد. إذا أردت أن تكون متحدث جيد يعني أنت مش أقل من 100 إلى 120 سؤال. 120 سؤال أتوقع أنك أنت لميت بمعظم الأسئلة التي لن تخرج عنها. يعني من النوادر أن يعني يوجه لك سؤال غير 100 أو 120 سؤال، من النوادر. ستجد نفسك إذا معك 120 سؤال خلاص. يعني تخيل معي ماذا يمكن أن يسألك أحد؟ نتخيل أنا وأنت ماذا تريد؟ دخلت إلى محل ملابس، دخلت إلى مطعم، دخلت إلى سوق، دخلت إلى أي مكان، حتى إلى الشركة. هناك أسئلة متعارف عليها، أهلا وسهلا، nice to meet you، تشرفت معك، إيش اسمك، من أين أنت، كم عمرك، ما هي مؤهلاتك، هل عملت مسبقا، أين عملت مسبقا، هل لديك الشهادة الفلانية، هل تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية، منذ متى وأنت تعمل أو أنت تعيش في هذه الدولة، منذ متى وأنت تعمل في هذه الشركة، لماذا تركت الشركة السابقة، هل أنت، كل هذه الأسئلة ستجدها بمن 100 سؤال أو 120 سؤال والذي سبق أن وضعتهم. إذن أعيد، هات ورقة وقلم وقم بكتابة جميع الأسئلة في فيديوهاتي التي قلت لك اسمها السر الذي سيجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية في 10 أيام، وهناك فيديوهات أخرى أنزلت عليها أشهر الأسئلة شيوعا. اكتب فقط مع مراد أشهر أي موضوع تريده في قناتي، اكتب الموضوع اللي تريده مثلا القراءة واكتب مع مراد، سيظهر لك اليوتيوب معظم المواضيع اللي تريدها، الكلمات أو النطق أو الأسئلة أو المحادثة، ثم اكتب مع مراد، ستظهر لك جميع فيديوهاتي أو معظم الفيديوهات الناجحة والكبيرة وال يعني لاقت مشاهدات كبيرة وتظهر لك. جميل جميل. قم بعد ما أنت جمعت هذه الفيديوهات قم بتوزيعها. يعني مثلا أنت حفظت اليوم 3-4 أسئلة، تضع لنفسك جدول، هذا الجدول إن اليوم أنا أحفظ 5 أسئلة، اليوم الثاني 5 أسئلة، اليوم الثالث 5 أسئلة، ثم حاول أن تحفظهم عن ظهر قلب. يعني وانت في الغرفة مع نفسك، وانت في السيارة، وانت بتتغدى، وانت بتسوق يعني بتقود سيارتك، وانت What's your name? What's your name? What's your name? Where are you from? Where are you from? What's your address? What's your address? What's your address? What's your address? What's your address?
ثم تدرب على الإجابة. My address is، واذكر عنوانك. My address is 32 مثلا مشاعل ستريت أو مش عارف اسم الشارع يعني تبعك. How old are you؟ How old are you؟ How old are you؟ How old are you؟ كررها بطيء وسريع، يعني كررها. How old are you؟ How old are you؟ How old are you؟ How old are you؟ What is your mobile number؟ What is your mobile number؟ What is your mobile number؟ What's your mobile number؟ وعلى هذا الحال طبعا تظهر لك أسئلة كثيرة. Are you married؟ What do you think؟ ما رأيك؟ Which do you prefer؟ أيهما أنت تفضل؟ Which do you like more؟ أيهما أنت تحب أكثر؟ Where were you born؟ أين ولدت؟ When were you born؟ متى ولدت؟ وأسئلة كثيرة جدا. احفظها، جدول لنفسك جدول، وابدأ بعملية استخدامهم في الحياة. استخدمهم مع من؟ استخدمهم مع من تريد. استخدمهم حتى بالجوال، بالواتساب، ترسل مقطع صوتي لشخص تعرفت عليه أجنبي. هاي واتس يور نيم؟ يجيبك. هاي ماي نيم از توم. تجيبه، تدرب على هذه الأسئلة صوتا. وير ار يو فروم؟ يقول لك اي ام فروم مثلا فيلبين، اندونيسيا، تايلاند، ماليزيا. تسأله واتس يور موبايل نمبر؟ What's your first name? What's your last name? What's your hobby? What's your email? وعلى انت تبدا تتدرب معاه، يعني حتى لو تعرفت على شخص وابدا. يعني ليش انا دائما اركز على موضوع الواتساب انك تسجل مقطع صوتي؟ لانه جميل جدا انك انت ترجع تسمع صوتك. عندما تسمع صوتك تسمع كيف كانت مخارج الحروف من فمك، وبهذه الطريقه انت بتشوف نفسك تتشجع وتعرف ان انت بديت تتكلم انجليزي، ويشجعك تحفظ اسئله اكثر، لانه هذه الاسئله جعلتك تنخرط في محادثه مع الاخرين. فاذا بكل بساطه انا محتاج الى اسئله اكثر واجابات اكثر، وتشجعك. بعد شهر مش عارف كم، على حسب انت ما تقسم، يعني تقسم 3 أسئلة باليوم، 4 أسئلة، 5 أسئلة، يوم يوم، لا يومين في الاسبوع، يوم في الاسبوع، 5. It's different، يعني from person to person، من شخص لشخص الأمر يختلف. لكن في خلال شهر، شهر ونص، أضمن لك إنه هذا السر سيجعلك تختصر دراسة اللغة الإنجليزية، ولن تحتاج سيدي القواعد ولا المعاهد ولا غيره. هذا الفيديو مهم جدا لأي طالب يبحث عن معجزة أو عن سر أو عن حيلة، يريد أن يتحدث اللغة الإنجليزية دون القواعد، دون أن يدرس معاهد. هذه صدقني وبتجربة، وهناك تعليقات في كثير من فيديوهاتي أثبتوا وتحدثوا أنهم استفادوا فعلا، وأن الطريقة هذه فادتهم. كل ما يحتاج منك هو عزيمة وقوة إرادة وتصديق للفكرة وإيمان بها وإيمان بنفسك، ثم تبدأ بحفظ ثم تطبيق وتمرين وإعادة إعادة، ستجد نفسك وصلت إلى ما تريده. لا أريد أن أطيل الفيديو، المهم إن أنت وصلت لك الفكرة، شارك الفيديو مع غيرك، خليه يستفيد، ولا تنسى الاشتراك واضغط لايك اذا عجبك الفيديو. رابط قناتي الجديده في الوصف اسفل الشاشه. ما هي فائدتي يعني قناتي الجديده؟ قناتي الجديده لو بحثت فيها عن دروسي ستجدها مدمجه، يعني انا قمت بدمج دروس العشر المحادثات، الدروس المستوى الاول، حتى اوفر على الطالب عناء البحث والتعب. شكرا جزيلا لكم، جود لك، حظا موفقا، ان سي سنراكم قريبا، مع سلامه الله.